نعم، قبل قليل هيئة البث الإسرائيلية كانت قد أعلنت بأن الكابينت صادق على بحث الإفراج عن أسرى فلسطينيين محكومين لفترات طويلة من أجل إتمام صفقة تبادل محتملة في القريب. لا يوجد حتى الآن يعني الكثير من التفاصيل، ما رشح من المعلومات منذ مساء أمس وحتى هذا اليوم يدل بأن هنالك محادثات، رغم أن حركة حماس قالت بأنها لا تريد إجراء هذه المفاوضات تحت النار، هي تطلب وقف إطلاق النار. يمكن القول من المؤكد بأن إسرائيل لن تقبل بهذا الشرط، ولكن يعني المرجح هو أن يصلوا ربما إلى منطقة في الوسط يمكن من خلالها إبرام هذه الصفقة إذا ما تمت هذه المحادثات واستمرت. طبعا هذا يتعلق برغبة الطرفان، برغبة الطرفين للوصول إلى هذه الصفقة. هنالك بعض التحليلات الإسرائيلية تقول بأن نتنياهو ليست لديه أي مصلحة الآن بإبرام هذه الصفقة بسبب المدة القصيرة المتبقية لإسرائيل في هذه المرحلة من الحرب على قطاع غزة، المرحلة البرية المكثفة، القصف المكثف والعشوائي وكل هذه العملية حتى الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي يعني مرجح أن تكون بعد 4 أسابيع ما بين منتصف يناير 2024 وحتى نهاية يناير. من جهة أخرى يعني لا توجد حتى الآن إشارات بأن حماس مثلا في ضائقة وهو يريد صفقة تبادل أسرى من أجل وقف إطلاق النار، هو يطالب بوقف إطلاق النار نهائيا وعدم العودة إلى هذه الحرب بعد إبرام الصفقة. على أي حال، ما نسمعه من كل هذه التحليلات بالطبع، ما نسمعه من الحقائق هو أن كان هنالك أكثر من لقاء، كان رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنيع جزء من هذه اللقاءات مع رئيس الوزراء القطري، بالإضافة بالطبع إلى توجه بعثة من حماس إلى القاهرة، بعثة من الجهاد الإسلامي يفترض أن تصل القاهرة بداية الأسبوع القادم وفق الخطوط العريضة التي تقترحها إسرائيل، الحديث عن إطلاق سراح أسرى كما قلت من ذوي المحكوميات العالية حتى لو كانوا ممن تسميهم إسرائيل على أيديهم دماء إسرائيلية وكانوا قد شاركوا بعمليات أودت بحياة إسرائيليين، وأيضا الحديث يتم عن إطلاق سراح محتجزين ما بين 30 إلى 40 محتجزا إسرائيليا داخل قطاع غزة. إسرائيل أبدت استعدادها لوقف إطلاق نار خلال هذه الصفقة إذا ما أبرمت لمدة أسبوع أو أسبوعين. على أي حال، سواء كانت هذه الصفقة قريبة أم بعيدة، من الواضح بأن هذه المحادثات تدل بأن هنالك مفاوضات وهنالك محاولة للوصول إلى شيء ما. في عدسة الكاميرا الآن نرى قنابل ضوئية تطلق على منطقة بيت حانون، بالإضافة إلى أيضا أعمدة دخان نراها في أكثر من بؤرة في شرق بيت لاهيا وأيضا في بيت حانون. هذه قنابل، لا نعم. أعلم بالضبط إن كانت قنابل إنارة أم أنها يعني تطلق من أجل أن تقول للقذيفة للمدفعية الأماكن التي يجب أن تقصفيها، لأننا نسمع أيضا قذائف مدفعية تطلق بين الحين والآخر على هذه المنطقة وأيضا على مناطق أخرى، لا سيما في الشجاعية وجباليا. هذه أيضا واحدة أخرى نراها الآن عبر عدسة الكاميرا حازم. نعم، إذن العمليات مستمرة أيضا في شمال قطاع غزة في أقصى الشمال. نرى قنابل ضوئية تطلق على شمال قطاع غزة ربما لكشف المنطقة أمام جنود الاحتلال في عملياتهم المستمرة في منطقة قطاع غزة. هذه نذكر بيت حانون التي تم السيطرة عليها منذ وقت طويل كما تزعم قوات الاحتلال الإسرائيلي. في الحقيقة الكثير الآن من السحب الدخانية نراها مزيد أيضا من القنابل الضوئية على تلك المنطقة. السحب الدخانية بالفعل كثيفة في هذه الساعة،
السحب، نعم السحب الدخانية كثيفة في هذه الساعة، لا نعلم إن كانت قذائف مدفعية أم تفجيرات مبان ومنازل في منطقة بيت حنون. أكثر نعم أكثر من قنبلة ضوئية نراها الآن، آمل أنكم ترون ذلك أيضا. نعم نتابع معك إيمان هذه القنابل الضوئية في منطقة شمال قطاع غزة، نتحدث هنا عن بيت حانون شمالا، مع الحديث إسرائيليا إيمان عن تواصل العمليات في منطقة جباليا، وهذه الأعمدة التي تتصاعد من بعض المناطق في شمال قطاع غزة جراء التفجيرات التي تقوم بها إسرائيل في منطقة شمال قطاع غزة. يعني هل هناك تفاصيل أكثر؟ ولكن حازم حين نرى هذا الدخان يصبح كثيفا في لحظات قصيرة، يبدو بأن هذه السحب الدخانية هي ناتجة عن حرائق في مباني تم قصفها، وبأن القنابل الضوئية تحاول كشف هذه المنطقة أمام جنود الاحتلال. السحب السوداء بالطبع ناتجة عن تدمير منازل في بلدة بيت حنون. بالطبع المعلومات بشأن سير العملية العسكرية هي شحيحة للغاية وعليها رقابة كثيرة، ولكن هذا النهج من تفجير المباني كنا قد شهدناه في الأيام الأخيرة، لا سيما في اليومين الأخيرين هنا في بيت حنون، ولكن أيضا في مناطق إضافية في الشجاعية، في جباليا، في كل المناطق الشرقية. في الحقيقة أيضا ما فهمناه عن العملية في جباليا يتوافق مع أيضا تحليلاتنا، كنا قد تحدثنا صباح اليوم بأن كل هذا الحزام الناري والقصف الكثيف الذي كان على منطقة جباليا يبدو أنه تجهيز لتحرك وتقدم القوات الإسرائيلية، هي التي أعلنت بالأمس عن السيطرة تماما على أو احتلال إتمام احتلال جباليا وشمال قطاع وشمال قطاع غزة. الآن أيضا هنالك تأكيد إسرائيلي وفق المصادر الصحفية بأن هذا القصف العنيف كان يهدف أيضا إلى تسوية بعض المناطق من أجل تقدم قوات الاحتلال لمناطق لم تدخلها بعد. إذن الصورة الآن بالفعل واضحة، دخان كثيف، استمرار القنابل المضيئة على منطقة بيت حنون، تفجير المباني. جزء أيضا من هذا التفجير هو الشروع بإقامة المنطقة العازلة في شمال قطاع غزة، هنالك يهدم كل يوم تقريبا 40 مبنى، بالأمس كان فقط يعني خلال ساعات الصباح 10 مباني هدمت في الشجاعية، صباح هذا اليوم 56 مبنى كانوا قد هدموا في منطقة الشجاعية وفق مصادر الجيش الاحتلال. والآن أيضا نرى استمرار هذه العمليات في بيت حنون أيضا للشروع بإقامة هذه المنطقة العازلة التي يفترض أن تمتد ما بين كيلو واحد إلى كيلو ونصف من الحدود ما بين إسرائيل وما بين قطاع غزة. وهنالك أيضا يعني حازم اعتراف إسرائيلي أنه رغم السيطرة على تلك المناطق ما زالت هنالك اشتباكات يومية. قبل قليل في الساعتين الأخيرتين كنا قد سمعنا الكثير من إطلاق النار من أسلحة خفيفة وأيضا من أسلحة رشاشة، يبدو بأنه بالفعل يوجد هنالك اشتباكات. أيضا المصادر الإسرائيلية تؤكد بأنه حتى في الأماكن التي يتواجد فيها الجيش في سيطرة كاملة أو في سيطرة جزئية هنالك اشتباكات يومية، خروج نشطاء في المقاومة من تحت الأرض أي من فتحات الأنفاق من أجل الاشتباك أو إطلاق النار أو القذائف على جنود الاحتلال داخل قطاع غزة المتمركزين في عدة مناطق. نعم، وعلى ما يبدو إيمان كما تبعنا قبل قليل القنابل الضوئية التي كانت تطلق من خلفك على منطقة بيت حانون بدت هذه المرة ربما مبكرا قبل دخول ساعات المساء الأولى الأراضي الفلسطينية تحديدا منطقة قطاع غزة، وكما تبعنا خلال ربما أكثر من 75 يوما أنه عندما يتم يكون هناك استهدافات في تلك المنطقة بالقنابل الضوئية نلحظ الحديث عن اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.
نعم بشكل عام في الحقيقة لا يمكننا رصد بالتحديد ماذا يحدث هناك، ولكن بالفعل حين يكون هنالك قنابل مضيئة بالعادة هي لكشف الطريق أمام جنود الاحتلال، إما لتنفيذ عملية وإما بالطبع يعني من أجل أن تكون الأجواء مكشوفة أمامهم، وقد يكون هنالك بالفعل اشتباكات، وهذه القنابل الضوئية هي وسيلة مساعدة لجنود نلحظ طائرة مروحية من أجل أن لا يكون هنالك أيضا نيران صديقة. الصورة التي تصلنا حيث أنت. نعم هنالك منذ الصباح هنالك تحليق كثيف، أنا لا يمكنني أن أراها بالعين المجردة. نعم. كانت معنا قبل قليل. ولكن بالطبع أيضا نعم 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 ربما عبر تكبير المشهد في الكاميرا، ولكن لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، تبدو بأنها من صوتها يعني ربما طائرة أباتشي. كان هنالك تحليق كثيف أيضا لهذه الطائرات خلال هذا اليوم. نعم سنبقى معك في متابعة إيمان جبور، كنت معنا من غلاف غزة، شكرا جزيلا لك الآن.